عاشت 4 ساعات بعد الحادث، اللحظات الأخيرة في حياة ديانا يكشفها طبيب لأول مرة. أهلا بكم. كشف الطبيب منصف دهمان، جراح في بلدة أنتيب الفرنسية، كواليس اللحظات الأخيرة للأميرة ديانا، فكان مكلفا بإنقاذ حياتها بعدما تعرضت لحادث سير في 31 من أغسطس عام 1997. وخلال هذه الفترة كان دهمان صاحب 56 عاما، كان يعمل كجراح شاب في قسم الطوارئ بالمستشفى التي تم نقل الأميرة ديانا إليها. وروى دهمان لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الحادث وقع في 12:23 صباحا، ونظرا لخطورة الإصابات تلقت علاجا مطولا من قبل الأطباء. وبحسب قوله عانت ديانا من سكتة قلبية أثناء نقلها إلى سيارة الإسعاف، وما أن أنقذها الأطباء حتى انتقلت إلى المستشفى الذي كان يعمل به دهمان، وذلك في 8:00 صباحا. وهناك خضعت ديانا لتصوير بالأشعة السينية، وأظهرت الصور الناتجة عن صدرها أنها تعاني من نزيف داخلي خطير للغاية. نتيجة لذلك أجرى الأطباء لها استنزافا صدريا بإزالة السوائل الزائدة من تجويف صدرها، لكن النزيف استمر. بحسب رواية دهمان الذي أردف، كانت ديانا تتلقى عملية نقل دم من فصيلة O نيجاتيف في غرفة الطوارئ، حيث لم يتم تحديد فصيلة دمها بعد. وبحلول 12:15 صباحا أصيبت ديانا بنوبة قلبية أخرى حتى أصبح الوضع أكثر خطورة، وعلى الفور خضعت ديانا لتدليك القلب الخارجي قبل أن يتدخل دهمان جراحيا، حيث قال: كان ظرفا استثنائيا، لقد قمت بهذا الإجراء لتمكينها من التنفس، قلبها كان لا يعمل بشكل صحيح بسبب نقص الدم. ونتيجة لهذا التدخل فوجئ دهمان أن ديانا أصيبت بتمزق كبير في التنورة الذي يحمي القلب. لحظات اليأس مباشرة، خضعت ديانا لجراحة جديدة اكتشف خلالها الأطباء معاناتها من تمزق في الوريد الرئوي الأيسر العلوي عند نقطة التلامس مع القلب. ورغم نجاح التدخل الأخير إلا أن قلب الأميرة ديانا لم يعد إلى العمل مجدداً. وهنا أردف دهمان: جربنا الصعق بالصدمات الكهربائية عدة مرات، كما دلكت القلب من جديد. وواصل الفريق الطبي جهود الإنعاش هذه لمدة ساعة كاملة، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، حتى قرر المشاركون بحلول 4 فجرا التوقف عن الإنعاش، حيث قال: لا يمكن فعل المزيد لإنعاشها، لقد كان قرارا جماعيا. ومن ثم فارقت ديانا الحياة. هذا وقد نوهت صحيفة ديلي ميل إلى أنها استبعدت بعض التفاصيل الأخرى من رواية الطبيب، وهذا لأسباب تتعلق بسرية المريض. كما استبعدت الصحيفة بعض التفاصيل المعروضة على التحقيقات الرسمية في وفاتها، لكنها استدركت: من المهم توضيح مدى صعوبة الفريق الذي ناضل لإنقاذ حياتها. الأميرة ديانا هي أميرة القلوب والتي ما زلنا نهتم بأخبارها. رحم الله الأميرة ديانا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.